زو نديرو المسمن. خليكم معايا، لا نفا باسي افير لي كريب ماروكين، ريست افيك موا نفا باسي او زانغريديون. هاني غادي نبدا نعجن قدامكم هاد المسمن ديالي. لا جو في كومونسي ا بريباري لي زانغريديون بور لا بات دو مي كريب ماروكين. اي فان فالوار 400 غرام دو سمول تري فين، 400 غرام سميده رقيقه. نورمالمون خصني الفينو، ما عندناش الفينو في هاد البلاد، مي ماشي مشكل، ما غاديش نبقاو بلا ملاوي بلا مسمن، غادي نديروه باش ما كان. مي صراحه راه كيجي مزيان من بهاد السمول الرقيقه، دقيق القمح الصلب رقيق بزاف. اي فان فالوار اوسي 150 غرام دو فارين بلونش، 150 غرام تاع دقيق العادي دقيق الابيض. اون كويير كافي دو سيل، معلقه صغيره تاع الملحه. اون كويير كافي دو سكر، معلقه صغيره ديال السكر. وغادي نخلط كلشي هكذا بالماء عادي. جو في كومونسي ا فير ما بات افيك دو لو نورمال، لو دو روبيني. فوالا، هنا كنبقى نعجنها مزيان، كنمسح البلون طرافاي ديالي مزيان، وتنبقى عليها بدليك دليك، كندلكها مزيان 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 حتى كتسمعوها كترتق. هنا كتعرفوا باللي العجينه ديالكم راها ناجحه 100%. انا هنا غنخليكم تسمعوا الصوت ديالها ملي كتبدا ترتق باش تنجح معاكم حتى نتوما. من بعد ما خليتها ارتاحت فواحد الكيس بلاستيكي واحد 20 دقيقه، ابري لا ليسي روبوزي انفيرون 20 مينوت دون ان ساك بلاستيك. لا جو في كومونسي ا فير دي بيتي بول كوم سا. دروك غادي نبدا نقجها. حنا كنقولوا نقجوا العجينه نقجها باش نعود ندير خبيزات صغيورين بحال هكا، واحد الدوائر صغيورين. غادي نكمل في هاد على هاد الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي كلها. ها نتوما كتشوفوا، انا حصلت على 12 الكره، ديك الكميه ديال الدقيق اللي قلت لكم، انا حصلت على 12 ديال الكره، وكيجيوني مسمنات كبار ملويات كبار. دروك غادي نبدا ونوريكم كيفاش غادي ندير الملوي ديالي. لا جو في باسي بريباري لا بات que je mets au milieu de mes crêpes marocaines pour avoir un feuilletage réussi. Là, غادي ندير معاكم هذيك واحد الخليط اللي كندير وسط المسمن ديالي ولا الملوي باش يكون عندي هذاك التوراق ناجح، يجيني مرق ومفرق ورقه ورقه. دونك جو افوار بيزوان دو اون كونتيتي دو سمول، جو في دير لا جي ان بوتي بول دو سمول فين. جو افوار بيزوان دو 25 غرام دو بور، et je vais avoir besoin de 25 ml de huile de tournesol. غادي خصني واحد شويه ديال دقيق السميد ناعم، وغادي خصني واحد 25 غرام ديال الزبده، واحد 25 ml ديال الزيت. Et là, je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes et je vais commencer à rajouter la semoule. هنا ذوبت الزبده في الميكرووند وزدت ليها لا سمول باش نحصل على لا تيكستور اللي خاصني، ني ترو ليكيد ني ترو ايبي. جو با كو سا باتو، خصها تكون واحد لا بات اللي تساعدني باش نايطاليها تجيني ساهله، كو جو ايطالي سور لا بات ابري. اي لا جو في راجوتي اون كويير ا كافي دو لوفير شيميك. هنا كنزيد اون كويير ا كافي دو لوفير شيميك وكنخلط مزيان، وبهذه الطريقه كنكون حصلت على الخليط اللي كيساعدني في التوراق ديال الملوي ديالي. وهذاك الفرماج اللي شفتو في الاول هو كنديرو وسط المسمن، كيعجبني الفرماج بالمسمن، كيبدل له المذاق خطير. دابا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي غادي نبداو نوريكم كيفاش كندير الملوي ديالي. ايوا لا، هنا كنبدا، غادي نبدا لكم الاول بالملوي. غنخليكم تشوفوا الفيديو، الفيديو راه شارح راسو، تبعوا هاد الخطوات راه ساهلين. ونتلاقاو من بعد باش نبداو نطيبوا في هاد الملوي.
نفس الطريقه كنديرها المسمن. تناخد واحد الكره كنقرصها، كنجبد الجوانب مزيان، خصو يجي رقيق حتى نولي نشوف البلون طرافاي. Il faut que ce soit très 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 fin jusqu'à ce que je vois à travers le plan de travail. Voilà, je mets ma petite pâte que j'ai préparée avant. Voilà, et après là, je vais rajouter mes fromages. Voilà. Le fromage, c'est facultatif, hein, c'est pas obligé. Mais franchement, ça donne un goût magnifique. الفرماج راهو ماشي ضروري، راه غير انا كنستعملو كيجيني رائع في المسمن، كيعطيه واحد الكو رائع. ولا المسمن كنطيبو بطريقه عاديه. ودابا غادي ندوزو للطياب. لا اون فا باسي على كويسون، ريست افيك موا جوسكا لا فان دو لا فيديو. من بعد ما كملت هذيك العجينه ديالي كلها، درت 6 تاع الملويات و6 تاع المسمنات عاديين. دابا غندوزو للطياب. هنا من بعد ما سخنت القله ديالي، غادي نبدا نقرص هذاك الملوي. مي اتونسيون ما خصنيش نقرصو بزاف، تيجي رقيق. غادي نقرصو غير واحد 2 مليمتر، نخليوها باش يجي باش نلقاو هذاك الفويتاج اللي حنا بغينا، باش تجي مرقه الملويه. Là, je vais commencer à étaler ma crêpe, mais il faut pas que ça sera très très fin. On va laisser environ 2 mm pour avoir le résultat, le feuilletage qu'on cherche. Maintenant, je vais commencer la cuisson sur feu doux toujours. غادي ندير غادي نبدا الطياب ديالي فوق عافيه مهيله دائما. غنبقى نسقي ندير شويه ديال الزيت من الفوق والتحت باش نيفيتي ما تلصقش ليا في المقله. لا جو في كومونسي ا ميتر ان تي بو دويل سور لو دو كوتي بور ايفيتي كو سا كول ا لا بوال. وغادي نبداو ندورو ندورو هكا وهكا، ما نساوش عليها وحتى نلقاو هذاك لا كولور الذهبيه الرائعه ديال الملوي. جوسكو سكون اوبتيان لا كولور دو فري لا كو فو فوايي سور لا فيديو. اي فوالا، غادي نكمل الطياب ديالي بهذه الطريقه. فوالا، سا سي الملوي، هذا هو الملوي ديالي. هاني دزت الطياب تاع المسمن تاعي العادي. لا جي باسي على كويسون دو مي كريب نورمال او فرماج، لا ميم فاسون دو كويسون، نفس الطريقه تاع الطياب. كنبقاو نقلبو حتى كنكملو الكميه كلها. اي لا جاريف على ديرنيير كريب. لا سي بون سي بري، هادي اخر مسمنه بقات ليا في الطياب. انا ساليت صراحه، صورت الملوي حليت هايتو، ولكن ما عرفتش شنو وقع المشكل، ما تصوراتش لي هذيك اللقطه. ماشي مشكل، هنا غادي نحل معكم المسمن تشوفوه كيفاش جا في الوسط. صراحه هاد الاطباق اللي درت لكم اليوم جاوا رائعين، كنتمنى تجربوهم وتكتبوا لي في لي كومونتير الا نجحوا معكم. وكنتمنى تبقاو ديما تشجعوني بلي لايك وبارطاجيو لي فيديو ديالي ماكسيموم. وشكرا بزاف لكم، حتى نهار اخر ووصفه جديده ان شاء الله. بسلامة عليكم. September we met, I could tell by your smile.